اهلا بيكم في حلقه جديده من هاني ومريم في البلد الامريكان. حلقه النهارده حاجه كده على السريع هنتكلم فيها على البيزنس اللي طبعا انتوا السوشيال ميديا مليانه. جيسي بيني عمل بانكرافسي فايل شابتر 11 سيريس اللي جاي في الطريق فيكتوريا سيكريت وباديان باث وورك وباي سامبيان ومحلات كتيره بدات تعمل حاجه اسمها شابتر 11. ايه هو شابتر 11 اللي الناس ماليه بيه الدنيا ده؟ شابتر 11 ده مش معناها ان هم اوت اوف ذا بزنس او ستور كلوزنج، لا. شابتر 11 ده هو عليه ديونيه بجدولها بالمعنى البسيط اهو بتاع مصر ده، جدوله المديونيه. ازاي بيقول البنك انا دلوقتي عندي ازمه، انا مش قادر. احنا على فكره موضوع كورونا ده مش هيخلص السنه دي ولا السنه الجايه، احنا مكملين كده في البيزنس واقع والماركت واقع لغايه 2025. وده مش كلامي، ده كلام ناس موجوده على السوشيال ميديا وناس بتتكلم في الاقتصاد. بيقولوا ان احنا الازمه اللي احنا فيها دي هتفضل قاعده معانا 5 سنين قدام وهتاثر تقريبا بنسبه 25% داون من المبيعات الموجوده هنا في السوق الامريكي. فاحنا المحلات دي كلها اغلبيتها بقى لهم شهرين قافلين عنهم ضبه مفتاح، ما فيش غير الاونلاين بس هو اللي شغال. وطبعا اغلبيه الناس مش يعني ما فيش خروج، فالاونلاين مش هتلاقيه الهيوج اونلاين، يعني مش الهيوج سيلز زي كريسماس والكلام ده، لا حاجات بسيطين. اولا ما فيش فلوس، ما فيش حركه، الناس مش خارجه، مش ناس مش رايحه مش جايه، وما فيش فلوس يعني ما فيش ناس بتشتغل. فالمحلات دي ملزمه تدفع ايجار، ملزمه تدفع البضاعه دي اجله الدفع، فلازم يدفعها، فهو هيجيب فلوس دي منين؟ ما فيش بيع وشراء. فبيعملوا حاجه اسمها جدوله مديونيه. الفتره الجايه هيرسموا خريطه للمحلات عن طريق البيع والشراء. يعني مثلا امازون عايز يشتري جيسبيني، هل الكلام ده هيتم ولا مش هيتم؟ الله اعلم. اوبر عايز يشتري حاجه تانية، الكلام ده هيتم ولا مش هيتم؟ برضه الله اعلم. فمحدش يفتكر ان المحلات دي هتبقى اوت اوف ذا بزنس. اللي متهيئ اللي هيبقى اوت ذا بزنس هيبقى سيريس. شابتر 11 هو بيجدول مديونيه، بيختار بعض الفروع اللي ما بتكونش عامله ربح بيبيعها وبيقفل المحلات دي، بس المحل اللي ستور قائم، يعني مش هيقفل، مش هيبقى اوت ذا بزنس، لا هيبقى هو شغال بس في ستور اللي هو ما بيبقاش شغال. هاف ا نايس داي، مع السلامه، احنا هنقفلك، هنهتم بالفرع اللي شغال اللي بيجيب لنا منه فلوس. نظام البيع والشراء كمان بعد الكورونا هيختلف. احنا دلوقتي اغلبيه الولايات بدات تفتح، طبعا احنا في فيرجينيا هنا نورث فيرجينيا لسه على الجمعه الجايه الا اذا ما غيروهاش. وانا دلوقتي الجوفرنر بيعمل حديث، فالله اعلم هيعمل ايه. الحالات بتزيد وبتزيد بشكل مخيف. ربنا يسترها علينا وعليكم يا رب. يعني انا هديكم مثال، احنا في عز المعمعة الفرع اللي بنشتغل فيه كان حاله واحده، شهر 3 كله، شهر 4 كله كانت حاله واحده. احنا الاسبوع اللي فات ده انا لو قلت 15 حاله هتصدقوني في 3 ايام، 5 و6 و7، 3 ايام 15 حاله عندنا في المحل. ليه؟ عشان احنا بدانا نرجع للاور الطبيعي بتاعتنا من 8 من 10 ل 8 ونص، كنا الاول بنقفل 6 فالحالات بدات تزيد. كنا الاول عاملين ليميتد اللي يخش 2 بس، دلوقتي لا، تعالى زي انت وحبايبك وحبايب حبايبك، فالدنيا باظت. الفتح مش سهل، ما نستعجلش على الفتح، الفتح مش سهل. انا يعني دي حاجه انا لاحظتها الفتره اللي فاتت، يعني انا بجد انا في ليله انا من كتر ما كنت نايمه مرعوبه انا عصب ايدي وقف. يعني كانت اللي بتشتغل، انا بشتغل في اوفيس مفيش حد فيه غيري، فانا كنت اجازه يوم فرجعت تاني يوم، فبيقولوا لي تشتغلي الاسبوع ده 6 ايام، فبقول لهم اوكي ما عنديش مشكله، بس يعني انا بقى مش واخده بالي 6 ايام ايه؟ انتوا هتدوني يوم زياده نشتغله ولا يوم هتدوني اجازه سكه ولا حاجه؟ قالت لي لا هتشتغلي الاسبوع كله بس ما عنديش حد كفر. قلت لها لا لا استني، في يعني ايه ما عندكيش حد كفر؟ هي اللي بتشتغل معايا دي فين؟ قالت لي اجازه. قلت لها اجازه ايه؟ هي تعبانه؟ قالت لي اه تعبانه. قلت لها تعبانه بايه بقى؟ انا عايزه اعرف تعبانه بايه؟ ما تقوليليش تعبانه وخلاص. فبتقول لي تعبانه يا مريان؟ قلت لها لا، عشان هي كانت موجوده في اوضتي امبارح، ما حدش يقول لي تعبانه وخلاص. لقيتها مطلعه لي بوكس كحول وايبس، مش كلوركس وايبس، نو كحول وايبس. فجابته لي قالت لي بقى نضفي. قلت لها نضف؟ فالليله دي يعني انا كنت داخله من الباب، انا عامه بدخل، احنا عندنا حمام في الدور الارضي بنستحمى ونطلع فوق. فاليوم ده بنتي كانت مستنيه، لا 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 انا محدش يقابلني لغايه لما استحمى هدومي في الغساله والكلام ده، بعد كده نبقى نتكلم، ويا ريت بقى ما تبقوش حضن وبص ليا. والاوضه دي احنا مظبطينها تبقى الكورنتين بتاعتنا انا وهاني، فلو حصلت اي حاجه احنا دي الاوضه بتاعتنا.
ربنا يسرها علينا طبعا، ما فيش اي حاجه يعني، بنشكر ربنا لغايه دلوقتي احنا كلنا كويسين، ورب انتوا كمان تكونوا بالف خير وبصحه. فالفتره الجايه معلش انا خرجت بره الموضوع، فالفتح برده مستحيل يعني، ده النقطه اللي انا بقولها. احنا عندنا محلات جيسيبيني مش هيقفل بزنس، جيسيبيني هيعمل ليميتد للحاجات وليميتد للمحلات. راس هو كويس مش هيعمل اوز بزنس، بالعكس راس معظم محلات راس اللي فتحت عامله البيج سيل اللي هو ال 49 سنت وال 199 سنت، يعني المحلات دي اللي هتفتح انت طبعا هتلاقوا لو انتوا بتتفرجوا على اللوكال نيوز والنيوز جايبه ان هو عليها بيج لاين ازاي، لان المحلات دي عامله كليرنس بتقلها، عندها بضاعه 4 شهور 3 شهور شهرين ما فتحتش. ومثلا زي راس بيعمل كان دايما يعمل كل 2 و3 اجازه سوري 2 و3 بيعمل الخصومات، فبقاله 8 اسابيع ما عملش، فانت متخيل شكل الكليرنس 90%. برلينتون برده مش هيقفل وما عملش اي شابتر 11 او اي حاجه، بالعكس هو لما فتح هيعمل 50% على كل حاجه، غير انه هيعمل اديشنال 25 على الريجولار برايس. تي جي ماكس هيبقى برده عامل كليرنس كبير، بنتكلم في 70% كليرنس تي جي ماكس، وهو برضو من الشركات اللي ما مش هتقفل ولا اي حاجه. سيرس اللي بيقفل. ايه تاني؟ اتش ان ام داخل في اللعبه. باسن بيان نفس الوضع. فيكتوريا سيكريت وباتن بادي وورك دول احتمال يفيروا شابتر 11 كمان، لان طبعا خسارتهم كبيره. اللي معاه جيفت كارد يا ريت يكيشوا، يعني اول ما المحل تفتح وانت عندك جيفت كارد روح اصرف مين، احنا مش عارفين الوضع جاي ايه. هو النهارده عامل شابتر 11، بكره ممكن يعمل لك شابتر 7، هو بنك رافسي بقى او ذا بزنس، فاحنا ما نعرفش ايه الوضع هيكون ايه الفتره الجايه. فانت لو معاك كاش كارد او اللي هو كاش لايك اسمه ايه جيفت كارد يعني روح اعمل شوبينج ليه وخلصه الفتره الجايه. هيقفل شابتر 11 جيم ستوب، هاني بيقول لي برده جيم ستوب، انا مش مهم اجيب، يا ريت يا اخويا يقفل عشان اتخلقت انا فلوسي مخروبه على جيم ستوب. فجيم ستوب هيقفل. بير وان امبورت ده هيقفل، ده مش هيقفل، ده هيقفل 450 محل على انتاير يو اس اي شابتر 11 اللي هم عاملين شابتر 11، مش هيبقوا اوت ذا بزنس، هم بيعملوا كلوز لبعض الستور. بير وان امبورت ده هيقفل 450 محل. نفس القصه في جيسيبيني، لو امازون اشترى جيسيبيني يبقى الوضع هيختلف. اللي اقدر اقوله ان الفتره الجايه دي هتكون فيها خصومات كتيره جدا في المحلات، اللي الناس عايزه تنزل تشتري حاجات. انا عارفه ان في ناس هتقول لك انت بتقولي الكلام ده زي احنا ما عندناش فلوس اكل وشرب اصلا، بس يعني في ناس بتحب تشتري، يعني اللي عايز يشتري الفتره الجايه دي هيبقى الراس عنده كليرنس حلوه جدا. وانا لو رحت يعني اللي هو هيفتح لو فتح الجمعه الجايه انا هعمل لكم لايف من هناك، مش هعمل حلقه هعمل لايف. وتي جي ماكس نفس الوضع، وبرلينتون مع اني انا ما بحبش برلينتون قوي، بس يعني ايه الثلاث محلات دول الكليرنس هيكون فيهم كتير، سواء على اللبس شنط جزم حاجه البيت. انا في شويه في وقال هنا جايب اسماء محلات اللي هتقفل مع بعض الستورز او اللي قدموا شابتر 11. في كلا الاحوال هو مش اوزا بزنس، هو ان هو بيقلل محلاته جدوله المديونيه، ده اللي احنا اللي هو شابتر 11 كله. زي اول محل من المحلات دي بير وان امبورت، وعندنا كمان جيم ستوب، وعندنا تشوس انا ما اعرفش ايه تشوس ده، وجيم ستوب وجاب مش جيبس جاب وجيسيبيني وسيرس وول جرين كمان هيقفل بعض المحلات، وبابايز انا بحب بابايز، انا جايبه منه فستان اخر فستان دفعت $30 منه كانت نصيبه هيقفلوه ازاي. وفوريفر 21 كويس، انا ما بحبش المحل ده اصلا يعني ما اعرفش هم فاتحينه على ايه. واي سي مور هو كرافت اللي عامل زي مايكل ده برضه بيقفل. وميسز هيقفل بعض الستور، هو اوريدي عمل تخفيض للعماله 50% فهو هيقفل بعض الستورز من عنده. واوفيس ديبو طبعا هو تقريبا اغلبيه المحلات بتاعت اوفيس ديبو بتقفل دلوقتي، فده من ضمن المحلات اللي هي ايه قفلت. وطبعا الكينج اكسبرس طبعا هاني زمانه هيدين دلوقتي ان طبعا كل الشيرتات هاني من كينج اكسبرس، فهو بصراحه كان خراب بيوت فاحسن هو قفل. بيت باسن بيان مش باسن بيان بيت باسن بيان ده برده بيقفل، ده حاجه البيت، فبرده هيعمل من المحلات اللي عامله شابتر 11 هو وسيرس. ونيويورك اند كمباني ده المحل اللي بحبه، بحب اجيب من عنده في فبرضه ده هيقفل. وبعد محلات سي في اس والهاملت بتاعت ونوردرن تايلور
من بعض المحلات اللي هتقفل. انا عامله مش طبعا في الارتكل جايب مقال كبيره, فانا جبت اغلبيه المحلات المهمه لينا اللي احنا بنعمل نروح نعمل فيها شوبينج. فاي حد معاه كاش كارد من المحلات دي او جيفت كارد يعني يروح يصرفه اول ما يفتحوا. الناس اللي مستنيه نزول مصر وعايزه تجيب هدايا, وراس الفتره الجايه هيبقى كينج في الكليرنس, عامل اللي هو ال 49 سنت اللي انا كنت عامله عليه حلقه قبل كده. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم, وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب, واستناكم في حلقات تانية جايه كتير من هاني ومريان في البلد الامريكان. باي باي.